الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود طقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 30 درجة مئوية، الملموسة 28 والرطوبة 13%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله، نبدأ في المنطقة الشمالية سكاكا طقس صافي 39 إلى 25، عرعر 40 إلى 26، تبوك 38 إلى 25. المنطقة الغربية مدينة جدة 40 إلى 29، المدينة المنورة 45 إلى 32، مكة المكرمة 43 إلى 33، والطائف 35 إلى 27. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة، الباحة تسجل 30 إلى 24، أبها 31 إلى 20، وجازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية طقس حار في الدمام 45 إلى 30، الحفر الباطن 45 إلى 28، والإحساء 46 إلى 31. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس حار 45 إلى 30، بريدة 43 إلى 28، وحائل 41 إلى 22. إلى اللقاء.